حبي الأستاذ أسامة توفيق، مرحبا بك للحديث حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المدنيين والعسكريين اليوم. رأيك في هذه الخطوة؟ طيب، من هذا الطابعي الحكم كل الحكم يكون هذا البلد، والتحية للمشاهدين عبركم. أنا أعتقد إنه يعني هذا الاتفاق هو يكرس التدخل الأجنبي، لأنه يكفي إنه إحنا نشوف المنصة فولكر وأربع سفراء، العالية الرباعية والاتحاد الأوروبي. فده أول مأخذ على هذا الاتفاق، وأنا أعتقد إنه لن يصمد كثير، لأنه القوى الرئيسية والأغلبية في الشعب السوداني لم توقع على هذا الاتفاق. الشيء الثاني، مجموعة تحت المجلس المركزي تم تجربة لمدة عامين، فمن جرب المجرب حاقت به الندامة. لكن في الفترة الأولى أستاذ أسامة، يعني فترة الحرية والتغيير الأولى، كانت تتحدث دائما عن أن هناك مجموعات ما أسمته بالدولة العميقة ومجموعات عسكرية لا تريد لها ربما الخروج بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، يعني تعرضت لمضايقات من قوى مدنية أسمتها بقوى أو بقوى الردة. وبالعكس، يعني هم في خلال العامين كانت لهم السيطرة بالكامل، يعني كان يكفي ما فعلته لجنة التمكين من تشريد ومن سجون ومعتقلات ومصادرات ويعني كانت فترة حالكة للغاية. فأنا أعتقد إنه هي لا تملك الحق. أولا، هي وقعت في نفس اللحظة التي كانت توقع في القصر الجمهوري، كانت لجان المقاومة بتسير مسيرات ضد هذا الاتفاق. هي لا تملك شيء في الشارع. إذن ما هي من أين أتت بهذه القوى السياسية التي تمنحها الحق على التوقيع؟ يعني وفقا لما ذكرت، الدعم الأجنبي. الدعم الأجنبي، هذا الاتفاق الإطاري سيناريو وحوار والتمكين والإخراج العالية الرباعية. الأستاذ أسامة توفيق، انقطع التواصل مع الأستاذ أسامة توفيق مثل الإصلاح الآن. نشكر على هذا الحديث، ويعني أشار إلى نقاط بأن الحرية والتغيير كانت لها تجربة في السابق فشلت في أن تؤدي دورها السياسي.